هذه القصيدة بدعي من الشاعر نادي البنياني العواضي مع جواب الشاعر عبد العزيز العليوي المستنيري، الهندسة الصوتية خالد الجهراني، أداء محمد عبد الله الحداد، مونتاج فريد الوصابي. يا الله يا والي ويا عالم عالم بما تخفي الليالي، أنت القوي وأنت عظيم عظام وأنت الذي فاهم سؤالي، حاكم علينا يا حاكم أحكام وحكمك العدل المثالي، وأنت الرحيم الطف بنا وارحام وأنت الذي ونحمدك من طرويما غياما والسيل في الشعب سالي، عبد العزيز القلب يقطر داما والنوم ما جاء في سبالي، المبعد والقلب ما يتضاما من يوم انا شاهدت غالي، يشهد علي الله وخلقه والسما ما شفت مثله في الجمال، استسلمت روحي وهو ما استسلم واتخيله دايم قبالي، نظرات قتاله من عيونه راما وبعد انه سمى حالي، يرمي بهنه كنهن اسهما وصوبهنه صوب آلي، ينصت لها العالم ما تتكلم ما له في الدنيا مثالي، شوقي يدق الصامح الأصيام إنه معي وإنه حلالي، يا صقر أبو جنحين لا حوامة بلغ سلامي كل حالي، وقل له إني بعدها تألم وقل له إنه رأس مالي، والكون يشهد والبشر والسماء إنه بقلبي صار غالي، والبعض في الترشيح ذي يحلم عبر المسافات الطوالي، لابد ما يرجع وباء يندم ما بيهزش يا العوالي، لابد ما يرجع وباء يندم ما بيهزش يا العوالي، مع الوفا لابد يتأقلم ما بيناطح له جبالي. جواب الشاعر عبد العزيز العليوي المستنيري. يا الله يا ربي عظيم أعظم يا رب ذي عالم بحالي، عالم بما نخفي وما نعلم جليت ربي ذي الجلال، خالقتني يا رب من علقما كفلت لي رزقي ومالي، أدعوك يا ربي بليل أظلام وأتوسلك تقبل سؤالي، تغفر ذنوبي وانت بي أرحم بقدرتك يا خير والي، يا ناصر المظلوم لا تألم أستغفرك وابدأ مقالي، يا مرحبا ترحب بك كلما عداد ما يمطر وسالي، ترحب الأغلى شخص يتفهم ترحب يا حيدي وخالي، يا عز ووفا شخص لا تحلم رضا البشر هذا محالي، أهل المصالح والحيال والعامة ما عاد خلوا لي مجالي، والثعلب المكر يترنم دايم وهو في الاحتيالي، لأجوادهم درعي بعرق دمى وقدرهم ما فوق شالي، والفسل بايلقيك وقت الحامة وفي العوافي كالجبالي، بذلت ما أملك لهم حينما كنت أحسب إني شخص غالي، لكنني شفت الجفا عندما
قالي يا قنت صبرك ربما ربما ولا تبالي لا تبالي وطعنتك يا صاحبي تؤلم أهوين من بعض الرجال يا حيف من بعض اللحى كيف ما تنسى المخوة والوصال والختم بصلي على خير ما رسل لنا رب الجلال نبينا من سنته